الطريقة الأقوى للحصول على شات جي بي تي مدفوع بشكل مجاني من الموقع الرسمي. تعال أوريك. وهتلاقيه فتح معاك الشكل اللي أنت شايفه قدامك ده، زي ما أنت شايف هنا أقدر أستخدمه براحتي خالص ومفيش أي حد مستخدمه معايا. فده حساب خاص بيا أنا، مفيش حسابات مشتركة زي ما كنا بنعمل حاجات عن حسابات مشتركة قبل كده، لا ده حساب خاص بيك بتعمل فيه كل اللي أنت عايزه. وزي ما أنت شفت كده الطريقة قوية جدا، فما تنساش تشترك في القناة ويلا بينا. طبعا هسيب لكم الروابط كلها في اول كومنت مثبت. الموقع ده شرحناه قبل كده، ولكن ده التحديث الجديد الخاص بيه لانه حصل له عطل بشكل كبير جدا وحصل شويه تحديثات جديده فيه كده، فقلنا نشرحه. زي ما انت شايف لو جينا ترجمنا الموقع هنا كده هتلاقي ذهبي ده عليه ده زائد جدا، والاحمر ده عليه ضغط عالي، والبرتقالي ده ضغط متوسط، والاخضر منخفض خالص. فهنا اللون بتاعه جامد جدا وكله ذهبي، فتلاقي الموقع لسه كمان شغال ما بقالوش كام يوم فتلاقيه جامد جدا. اول حاجه بتعملها يا معلم هتيجي هنا مثلا تختار اي واحد من دول، بس بلاش ابعد عن البرو ده لان ده مدفوع هيطلب منك فلوس. اي حاجه مكتوب عليها تيم من هنا كده اختارها براحتك خالص. انا اختار اي حاجه مثلا اللي في النص دي، هيطلب منك الكلمه دي اكتب له اي حاجه. تمام، انت لو كتبت له اي حاجه زي ما انا كتبت كده هيفتح معاك. فمش شرط كلمه سر معينه، عايز تكتب له حاجه معينه اكتب، عايز تكتب له اي كلام اكتب هيفتح معاك برضه. اهم حاجه يبقى كلام انجلش وارقام. وهتلاقيه فتح معاك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، زي ما انت شايف هنا اقدر استخدمه براحتي خالص ومفيش اي حد مستخدمه معايا. فده حساب خاص بيا انا، مفيش حسابات مشتركه زي ما كنا بنعمل حاجات عن حسابات مشتركه قبل كده، لا ده حساب خاص بيك بتعمل فيه كل اللي انت عايزه. تمام، هتيجي هنا مثلا هتكتب اي حاجه. فجيت هنا قلت له هل يمكنك مساعدتي، ما كملش ثواني ولقيته طلع لي طبعا. تمام، فعايزك تبص هنا عندك الاوتو وده والثينكينج البرو بس المقفوله، قال لك هتبقى موجوده لحد يوم 25 ما علينا. عندك كل دول مفتوحين وشات جي بي تي 5، وعندك الليجنسي مود مودلز اللي هي 4، فانت عندك يعتبر كل حاجه فتقدر تستخدمه براحتك خالص يا معلم. وبس كده يا معلم، زي ما انت شايف الفيديو مش محتاج كلام كتير، يعني كل اللي محتاجه ان انت تخش وتجرب الطريقه، هتفيدك جدا لو انت بتستخدم الاي اي في شغلك وكل الكلام. عندي موقع تاني نسخة منه، فالموقع التاني ده برضو جامد جدا، فلو ده عطل التاني هيبقى شغال معاك فما تقلقش خالص. الموقع التاني هو ده، شايف الواجهة بتاعته مختلفة عن ده، فالموقع ده برضو نفس الطريقة، ولكن هعمل له فيديو منفصل عشان يبقى ايه عندنا اكتر من طريقة، فما تقلقوش باذن الله يعمل هز الفيديو التاني قريب جدا. بس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، لو مش مشترك عايزين اكبر عدد من اللايكات على الفيديو ده عشان نعمل لكم الطريقه الجديده الثانيه للموقع الثاني، الطريقه الثانيه اجمد بكتير. وبس كده وسلام.